صحيح عملية ساعة استلام المركبة من ناشاص اليوم بيج بدأ الحديث بدون لوحة خلفية طلبت المركبة للاستيقاف ورفض الاستيقاف. السلام معكم عبود ماكسنج ومقطع جديد. أتمنى المقطع ينال إعجابكم ولا تنسوا تسوي لايك وتشتركوا في القناة. فضلك سناك أي شيء تحب تشربه. يلا ندخل في جو القصة. تبدأ أحداث قصتنا مع شخص اسمه أبو محمد. كان متزوج أبو محمد أكثر من زوجة وما شاء الله عنده خير واجد من الأولاد، حوالي 20 ولد وبنت. ومع العائلة الكبيرة دي كان شيء صعب إنه يصرف على العائلة كلها بأي مهنة عادية. كان دائما يتجه للتهريب والخرابيط وكان ما يهرب لنفسه، كان يعني يهرب بضاعة للناس ويأخذ عمولته منها. وكان يهرب أبو محمد كل أنواع الممنوعات من حشيش ومخدرات وحتى أسلحة وأعضاء بشرية. المهم كان في باله أنه ما يتوقف مصدر دخله مهما كانت المصاعب، وكان من أفضل المهربين في السعودية وهذا المجال. وكان التجار يشوفوه أفضل وسيلة للتهريب، وأغلب العمليات اللي كان يسويها كانت تحصل في السعودية واليمن. وشيء طبيعي بحكم معرفة أبو محمد وخبرته كان أي شيء ممكن يهربه بسهولة، بس الحكومة السعودية أكيد ما بتخليه في حالة، وكان كل نقاط التفتيش وكل الحدود مطلعين على معلوماته وكل شيء يخصه، عشان لو صادف وحصلوه ما يتساهلوا معه، وكان أغلب المرات يمسكوه ويسلبوها السيارة والبضاعة اللي معه وينسجن فترات طويلة حتى. بس هذا الشيء ما كان يوقفه، بالعكس كان يعطيه دفعة قوة ويرجع بطريقة أفضل من المرة اللي قبلها. كان يعرفوها الشرطة وكان يعرفوا أسلوبه، كل ما يشوفوه خلاص هذا أبو محمد، تعالوا كلنا وراه. وبعد كل المحاولات اللي حاولها أبو محمد وصارت سياراته يلي كان يهرب فيها كلها معهم، خطرت في باله خطة ما سواها إبليس. تخيلوا وسوى، أخذ جمل من اللي عنده الجمال وجهزه وعطاه أكل وكل شيء، ومشي من نجران لين تخطى الحدود ودخل اليمن، وما كان أساسا محمل شيء على الجمل. وصل وعطى الجمل كل ما يحتاج وسوى بريك وأخذ راحته، وبعدين حمل الجمل بالممنوعات وجهزه بكل شيء، وبعدين أرسل الجمل وحده. ليش وحده؟ لأنه الجمل بعادته إذا جاء من طريق يرجع منها إذا ما كان في أحد عليه. وهذا الحركة كانت ذكية من أبو محمد، لأنه حتى لو انمسك الجمل أبو محمد أساسا ما بيتدخل ولا كأنه هو اللي سواها. وبالفعل بدأ الجمل رحلتها الطويلة لوحده لين وصل الحدود ما بين السعودية وبين اليمن، وشافوها الدوريات وراحوا يفتشوا لأنهم استغربوا كيف جمل ماشي وحده وهو محمل بهذه الطريقة. فتشوه وشافوا الأشياء والبلاوي اللي عليه، تخيلوا خمور ومخدرات وأسلحة وكل شيء. الآدمي ذا مجنون، بس الدوريات سووا حركة أذكى من أبو محمد وما صادروا الأشياء يلي حصلوها، بالعكس رجعوا كل شيء على الجمل وخلوه يكمل طريقه، وظلوا يلاحقوه لين شافوا وصل بيت أبو محمد. وهنا ما صدقوا على نفسهم، قفطوه مرة ثانية وانسجن أبو محمد كم سنة وتبهذل. وبعدين طول الفترة اللي كان في السجن تخيلوا بدل ما يتوب ويرجع إلى الطريق الصح قاعد يخطط لشيء جديد يسويه، بس قرر هذا المرة ما يهرب الممنوعات، قرر إنه يسرق ماكينة الصرافة ATM كاملة فلوسها بكل يلي جواها. المهم قاعد يخطط ويختبر الوضع ويجهز لكل شيء، وقرر إنه يأخذ نسيبه معه. ما أدري كيف أقنع نسيبه هذه المرة، ويلا جاء يوم ينفذوا عمليات السرقة. بس ما كان في عندهم سيارة يحملوا عليها ماكينة الATM. أبو محمد أقنع نسيبه يستأجر سيارة، لأن أبو محمد معروف ومستحيل أحد يقبل يعطيه سيارة. وبالفعل راح نسيبه واستأجر سيارة وجابها، وراحوا لين عند الماكينة يلي خطط عليها أبو محمد، وقطعوا الطريق من طرف الشارع لين طرفه. ليش؟ عشان إذا جاء أحد ما يشوفهم، كانوا الطريق مقطوع وقاعدين يسووا عليه صلاحات. وبالفعل خلعوا ماكينة الATM من جذورها وحطوا الATM على السيارة، وما كانوا حاسبين حساب ان السيارة اللي جابوها معاهم ما تتحمل وزن الماكينة بكبرها لانها مرة ثقيلة، وبدأوا يتوتروا بهذه اللحظة ومش عارفين وش يسووا. بس فجأة ابو محمد قال بروح 5 دقائق واجيك، انتبه تتحرك من مكانك او يلاحظك احد. ما وفق النسيب في البداية، بس ابو محمد كالعادة اقنع، وراح أبو محمد شوي إلا يرجع بديانه. تخيلوا الآدمي في جراند
مسك رجال وفقع وجهه ولين أغمى عليه وأخذ الدينة وراح دعس جهة نسيبه. وبالفعل أخذوا المكينة بكبرها وغطوها ويلا طريق البيت، وحفر حفرة ورا بيته كبيرة ورمى المكينة فيها وقفلها. نام يومها مرتاح أبو محمد وباله مطمئن، عنده ATM صرافة كاملة وجوها فلوس ومطمئن على الآخر، على أساس لين يهدأ الوضع ويطلع الفلوس وغنيمته كبرها. في اليوم الثاني انقلبت نجران فوق تحت، كيف تنسرق مكينة بكبرها بنص الشارع؟ ولما بدأوا الشرطة والأمن يراجعوا الكاميرات شافوا كل شيء وكل اللي حصل مسجل بالكاميرات، بس أبو محمد ونسيبة كانوا ماخذين احتياطهم ومغطين وجوههم. بس الشرطة سووا بحث شامل وعمموا على السيارة اللي كانت معهم، بس أبو محمد راح وأخذ السيارة اللي استأجرها وأخذها وحملها بلوكات وراح يلفلف حول الحدود، تخيلوا، عشان تسوي حجة غياب وما يشكوا فيه. شافوها الدوريات وراحوا وجابوه على وجهه وقعدوا يحققوا معاه، قالوا له وش فيك ذي المرة وش مهرب؟ قال لهم والله ولا شيء، بس باخذ البلوكات وأحوط على الحلال حقي أني أقوى الجمال، بس ما تنطلي عليهم لعبته، بس فتشوه وتأكدوا ما عنده شيء وأخلوه سبيله وخلوه يطلع مثل الإبرة من كومة القش. وبعدين راح يسلم السيارة، ولما شافوا البودي متضرر قالوا له لازم تدفع غرامة وتصلح الأضرار، ولا همه أبو محمد أساسا، قال لهم كم الغرامة ودفعها كلها كاش، لأنه حاط في باله أن عنده مكينة فلوس والبيت عنده بنك ولا همه أساسا. بس صاحب المكتب حق التأجير ما عجبه الوضع، شك في أبو محمد لأن استأجر السيارة نسيبة ويلي رجع السيارة أبو محمد. بالفعل صاحب المكتب اتصل بالشرطة وقال لهم والله الموضوع 1 2 3. راحوا الشرطة وشافوا السيارة وقال له خلاص هذا أبو محمد والهرجة كلها عنده. راحوا وسحبوا نسيبة على وجهه، قالوا أبو محمد إيش سوا وهددوه وقالوا له اعترف بكل شيء وبنخفف عليك الحكم لأنها أول مرة لك. والنسيب خاف وقال لهم على الهرجة كاملة وراحوا جابوا أبو محمد. حسبوا اعترف؟ لا بالعكس، قال لهم لا هذا كذاب وانا كنت اصلا محجوز في الحدود. هم مصدقين روحوا شوفوه، بالفعل كان محجوز بالحدود لانهم راحوا شافوا وتأكدوا انه كان محجوز، بس هو اكتشفوا انه كان يبي يسوي حجة غياب، وهو لما كان اصلا محجوز وقتها ما كان اساسا وقت الجريمة فما تعتبر اصلا حجة غياب، بس كان كلما يجيبوا شيء يثبت عليه كان يجحد وينكر كل شيء. بس راحوا لين عند نسيبة وقالوا جيب لنا دليل ملموس واعتبر نفسك ما سويت أي شيء. والله نسيبة أساسا معترف بكل شيء، فقال لهم روحوا البيت أبو محمد. فراحوا وحصلوها وانسجن أبو محمد ونسيبة بعد كل اللي سواه وفضحهم. بس انسجن النسيب فترة بسيطة وما تتعدى سنة حتى، بس أبو محمد أخذ فترة طويلة مرة. بس لما طلع ما حصل أي شيء قدامه وما كان عنده أي شيء، وضعه المادي حرفيا في الحضيض وكان الوضع زفت مرة. قرر إنه أبو محمد يسوي آخر عملية في حياته وجاب ابنه محمد وغصبه يروح معه. ابنه كان يقول أبوي خلاص توب والله يسامحك ومدري إيش، أنت انسجنت وسويت، إحنا مننا عيالك وبنسوي. أبو محمد ما هو راضي، قال له لا بتجي معايا وبنروح نسوي هذه آخر مرة. قصبه وراح معه في هذه العملية، راح جاب شخص من وين جابه ما تدري، بس راح اليمن وهو ابنه محمد، وحملوا أم الشخص مخدرات وحشيش كمية كبيرة مرة. خلصوا يحملوا حمولتهم ودعس طريق الحدود، وأول ما وصل الحدود وصل قدامها الأمن والدوريات منتظرينه ومقفلين الطريق على الآخر. وقفوه ومسكوه وكان قاعد يقاوم ويحاول يهرب بس ما قدر، وكمية رجال الشرطة الكبيرة اللي حوله أخذوه وحطوه هو ابنه في السيارة حق الشرطة. وفجأة بنص الطريق أبو محمد وولده فكوا باب السيارة وهربوا، وملاحقات بين الحارات والجبال وكل مكان لين مسكوهم. أخذوا محمد وأبوه على التحقيق، وكان محمد قاعد يدافع عن أبوه يقول لهم أنا المسؤول عن البضاعة وكل شيء، البضاعة تبعي. والأول مرة أبو محمد اعترف بكل شيء، بس هذه المرة كانت النهاية وانحكم على أبو محمد بالإعدام، وابن محمد انحكم عليه 25 سنة، وانعدم أبو محمد في سنة 2014 وابنه لين يومنا هذا مسجون. شوف دائما نهاية هذا الطريق المظلم نهاية سوداوية وما هي طريق صح أبدا، مهما كانت الصعاب في الحياة تجنب هذا الطريق مهما كان، لأنك ممكن تضر عوائل
ممكن تسوي مشاكل أنت ما تعرف عنها شيء. أنت لا تهتم بالفلوس، هذه مغريات الحياة وما بتنفعك أبدا. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة، أتمنى القصة نالت إعجابكم، لا تنسى تسوي لايك وتشترك وفعل زر الجرس، والسلام، أشوفكم في المقطع.